Nomor QS39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير
وَلَنِعْمَ دَارُ كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما
Shadaqallahul Azim.